بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم في هذه الليلة، ليلة 25 من شهر الله المحرم من عام 1423، وهو اللقاء الرابع في هذا الشهر على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: لي زميل لا يصلي، فنصحته فلم يستجب، فأخبرت المسؤول عنا وقلت له إنه يخاف من النقل، فانصحه بأن يصلي وهدده بالنقل، فغضب مني زميلي. السؤال: هل فعلي هذا خطأ، وما هو الواجب تجاه نحوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الذي لا يصلي ليس بمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة. ولا يكفي أن هذا الذي لا يصلي أنه ينقل، بل يجب عزله عن الوظائف، بل يجب قتله إذا لم يتوب إلى الله حافظ على الصلاة، فإنه يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وما فعلته معه هذا هو الواجب عليك من النصيحة، تذكير بالله، وإذا لم يقبل وأصر على ترك الصلاة فإنه يجب قتله. ولا يكفي أنه ينقل من الوظيفة، بل أصل توظيفه غلط، لا يجوز يولى كافر أعمال المسلمين، لأنه يكون قدوة لغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل سأل ربه الشفاء من مرض البرص، هل فعله هذا من الاعتداء في الدعاء، وهل تركه من القنوط من رحمة الله؟ هذا معلوم أن البرص ليس له شفاء، فدعاؤه الدعاء عبادة بلا شك. كونه يدعو الله ويتضرع إليه يؤجر على الدعاء، وأما البرص فهو من الأمراض التي ليس لها شفاء. ولو أنه دعا الله بأشياء أخرى، دعا الله بالمغفرة، دعا الله بالتوبة، ودعا الله بأمور محل للدعاء، لكان أحسن من دعائه في شيء معلوم أنه لا يشفى، كما والذي جعل هذا المرض هو الله سبحانه وتعالى. وما علم أن مريضا بالبرص شفي إلا ما أجرى الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، تبرئ الأكمة والأبرص، معجزة لعيسى عليه السلام. والمعجزة لا تكون إلا على يد من جعلت آية له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل تحتجب المرأة المسلمة عن مولاها؟ تعني المعتق، كانت تعني المعتق، نعم تحتجب عنه، وإن كان مولاها بالإرث والعتق فهي أجنبية منه، خرجت عن ملكه، لا تحتجب عنه يوم كانت في ملكه،
أما بعد أن عتقت صارت حرة غير مملوكة، يجب عليها الاحتجاب منه، وإن كان أنه يرثها بالولاء. فمثلا لا يلزم من الإرث المحرمية، ابن العم يرث وهو ليس بمحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من أضحك مؤمنا أثناء صلاته فقد أبكى ألف ملك، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك؟ أنا لا أعرف لهذا الحديث أصلا، ولكن لا يجوز للمسلم أنه يشغل أخاه عن صلاته، لا يجوز للمسلم أنه يشغل أخاه عن صلاته ويشوش عليه. وإذا كان المار بين يدي المصلي يمنع من المرور وعليه الوعيد الشديد، فإن الذي يضحكه ويشغله عن صلاته من باب أولى، إذ المار قد يحتاج إلى المرور، ولكن هذا ما له حاجة في المزح وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته، فعليه إثم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى المرء جاهلا في مقبرة فهل تصح صلاته أم لا؟ وهل يؤمر بإعادتها؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني محلا للصلاة، والنهي يفيد الفساد. فمن صلى في مقبرة فريضة فعليه أن يعيدها لأنها منهي عنها، وأما النافلة فلا تعاد، النافلة لا تعاد، لكن لا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: صديقي يريد أن يبيع سيارة، فقلت له: اذهب بها إلى حراج السيارات، والقيمة التي تبلغها من الحراج سوف أشتريها به، فهل هذا العمل شرعي؟ نعم، لا بأس بذلك أن تقول: هذه السلعة أنا أريدها، أعرضها للزبائن للشوم، وآخر شوم أنا أزود عليه وأخذها به لأجل تعرف قيمتها، لا بأس بذلك، وليس في هذا ظلم لأحد ولا غش لأحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لكن لازم تزود على السوم، ما تأخذها بالسوم الأخير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. فإذا خرجت السوم وزدت عليه فلا بأس أن تشتريه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس النعال داخل المقبرة؟ لا بأس به إذا كان لحاجة، المقبرة فيها شوك أو فيها حفا أو رمضة، بشرط أن لا يدوس على القبور، بشرط أن لا يدوس على القبور. فإذا كان يمر مع طريق أو من بين القبور ويحتاج إلى لبس النعلين لتوقي الرمضة أو الشوك فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما المسنونات للزوجين في ليلة الزفاف؟ الدعاء، أن يدعو الله أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها صالحة، يدعو الله بصلاحها وأن تكون مباركة عليه. قد ذكر العلماء أنه يصلي ركعتين نافلة ويدعو الله، فلا بأس بذلك. طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق
ما الفرق بين الموالاة والتولي للكفار؟ لا فرق بينهما، اللي ورد في القرآن التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالتولي والموالاة بمعنى واحد، وقد بحثنا لنعرف هل هناك فرق فلم نجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله، فهل هذا جائز وما معنى هذه الكلمة؟ التوسل إلى الله بالتوحيد جائز، لكن بغير هذا اللفظ، كأن يقول أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بدون أن يقول بحق لا إله إلا الله، بل يقول أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة الحديث. فما معنى قوله حلقة، وما معنى قوله من صفر، وما هي الواهنة؟ الحلقة ما يلبس على العضو من الشيء المدور، كما يلبس على العضد أو على الذراع أو على الساق، ما يلبس من الشيء المدور. من صفر، الصفر نوع من المعادن، نوع من الحديد، أصفر، لونه أصفر يسمى بالصفر، وهو معدن، معدن حديد. والواهنة الحمى، الواهنة هي الحمى، وهذا من الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم للذي لهذا الرجل: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. والواجب على المسلم أن يتعالج بالعلاج الشرعي من الرقية ومن الأدوية المباحة، أما الخرافات والشعوذات فهذه لا يجوز الإنسان أن يستعملها، لأنها من الشرك والاعتماد على غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد؟ الإيداع لأجل الحفظ فقط يجوز عند الضرورة، إذا لم تجد مكانا تأمن به على أو تأمن فيه على مالك يجوز أن توديعه في البنوك لأجل الحفظ فقط، لا لأجل أخذ الفوائد الربوية عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى بعض الشباب الملتزمين ولا سيما من طلبة العلم يقومون باستخدام الخادمات بدون محرم، فما حكم هذا؟ وإذا نصحت أحدا من العامة عن استخدام الخادمات بدون محرم قال: لو كان حرام ما فعله فلان وفلان من طلبة العلم، فما هو التوجيه؟ المحرم استخدامهن في السفر بدون محرم، أنهن يأتين من بلادهن بدون محرم ويذهبن إلى بلادهن بدون محرم، فالمحرم يشترط للسفر. أما وجودها مع الأسرة في البيت هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن بشرط ألا يخلو بها وأن تتحجب عنه. وإذا كانت مع أسرته ومع نسائه متحجبة ولا يخلو بها
فلا بأس بذلك، إنما المحرم يحتاج إليه في سفرها ذهابا وإيابا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد؟ نعم. يقول عفى الله عنكم: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد أن يكفر أولا ثم يعمل الأصلح؟ كلاهما جائز، كلاهما وردت به الروايات أنه يقدم الكفارة ثم يعمل الأصلح، أو يعمل الأصلح ثم يكفر، كله جائز، المهم أنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا نصحت من عندهم دش يقول لو كان حراما ما طلع فيه العلماء والدعاة، فما أرد عليه وما توجيهكم في ذلك؟ العلماء والدعاة ما يطلعون في الدش، يطلعون في التلفزيون المحلي فقط، الذي يخرج منهم، الذي يظهر فيه إنما هو في التلفزيون المحلي، أما الدشوش فلا يخرجون فيها لأنها تأتي من الخارج وليست من بلادنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة ثانوي بأن يقمن. نعم. هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة ثانوي بأن يقمن بخياطة زي خاص يسمى باربو يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي. وصفة هذا الزي: أولا أنه على هيئة باربو مفتوح من الأمام وطويل الأكمام، ثانيا يلبس فوق مريول المدرسة، ثالثا لا يوجد معه قبعات الرأس ولا يشبه عباءة التخرج الغربية ولا الكاب، رابعا تكلفته 100 ريال تقريبا. السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم: هل يجوز هذا اللباس؟ وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل؟ وما هو توجيهكم؟ لا نرى أن هذا اللباس يتخذ ويصنع لأجل هذه المناسبة. هذه المناسبة لا تحتاج إلى لباس خاص، المطلوب أن الطالبة تستتر باللباس المحتشم، وأما أنه يفرض عليها لباس خاص للحفل فهذا لا ينبغي، لأن هذه تقاليد فاسدة، إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضا فيه تكليف للطالبة، تكليف بدني بالخياطة وتكليف مادي بالنقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل طلب المال من التجار أو من الأمراء للزواج مسألة منهي عنها إذا كان الشخص عاجزا عن توفير المال المطلوب منه؟ كونه يستعفف ولا يسأل الناس أحسن، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هل أحسن له من السؤال؟ ويتكسب هو حتى يحصل على المهر ويستغني عن الناس، ولكن إذا كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده شيء، وكونه ينتظر يفوت عليه مصالح أو عليه مشقة، لا بأس أن يستعين بأهل الخير وأهل الفضل من الأمراء وغيرهم. أما إذا كان يمكنه الصبر ويمكنه الاكتساب، فكونه يستعفف عن السؤال أحسن له من السؤال، لأن السؤال ذلة وحاجة إلى المخلوقين، وهذا مكروه،
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سيلة تقول: أنا امرأة كنت حاملا في الشهر 3 والنصف، ثم قلبت غسالة الملابس، وبعدها بيوم حصل لي نزيف استمر معي 20 يوما، ثم بعدها سقط الحمل الذي في بطني، هل علي كفارة بهذا الفعل؟ وإذا كانت علي كفارة فما هي؟ أخطأت في هذا العمل. الواجب على الحامل أن ترفق ولا تتحمل الأثقال والأشياء التي تؤثر على حملها، لأن حملها أمانة في بطنها تحافظ عليها، ولكن ما دام الحمل ليس له إلا شهر ونصف دون 4 أشهر، الحمل إذا كان دون 4 أشهر وسقط ليس فيه كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، ليس فيه كفارة لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يكحل عينيه؟ الاكتحال سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل بالإثمت ليلة بعد ليلة، فيه منفعة للبصر وهو سنة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، هل يقال في الصلوات المفروضة أم في النوافل فقط؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر فقط، ولا يزاد عليها شيء، يقال كبيرة ولا سبحان الله بكرة وأصيلة، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يأتي بعدها بالاستفتاح. وأنواع الاستفتاح واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، أصحها وأكثرها استعمالا سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وفي تهجده بالليل إذا قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أيضا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل. كذلك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في بيان أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجعها طالب العلم، وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن المجموع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: متى ظهرت العلمنة؟ وهل هي مذهب أو فكر؟ وهل هو كفري أو غير كفري؟ وكيف الحذر منه ومن دعاته؟ والله نسمع عنها، وكل يوم يظهر بلاء، كل يوم يظهر بلاء جديد، ولا تستغربوا لأنكم في آخر الزمان، والفتن تكثر في آخر الزمان. لم يتحرر معنى العلمنة تماما، إلا أنها فيما يظهر لي أنه لا يحرم شيء، وإنما يكون الناس على مذهب واحد في جميع العالم في الاقتصاد وغيره، لا يكون هناك فارق بين المسلمين والكفار. هذه فيما يظهر لي أنه هو، وفيما سمعت أنه هو العلمنة. أما دراسة المتخصصة عن هذا الموضوع فليس عندي منها شيء، ولكن الآن معقود المؤتمر في مكة
في رابطة في العالم الإسلامي عن العلمنة، فلعله تظهر فيه بحوث وقرارات يستفيد منها المسلمون إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من المعلوم أن من جميع ماله من الربا لا يحل أكل طعامه، وإنني يا صاحب الفضيلة مبتلى بجار حالته هذه، وهو متخلف عن صلاة الجماعة، وأنا أحاول مناصحته وإهداء كتبي والأشرف له، ولكنني في حيرة من أمري بالنسبة لطعامه إذا رددته، حيث يصيبه ذلك بالنفور وعدم قبول النصيحة. السؤال: هل آخذ طعامه ثم لا آكله فأتركه حتى يفسد، أم ماذا أعمل؟ إذا كنت متيقنا أن هذا الطعام أنه من الحرام فلا تأخذه، لا تأخذه، وقل اعتذر، قل إني لست بحاجة إليه، أو إني التمس عذرا. أما أنك تأخذه وتتركه يفسد فلا، لا تأخذه. وإذا أخذته وأن تعلم أنه من الربا فإن هذا يشجعه على الاستمرار في الربا، ويقول أنك تأخذه وتأكله لو في شيء ما أخذته، فكونك تتركه هذا مما يدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذا أخذته فإنه ربما يطمئن أكثر إلى ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض الأسواق تستخدم بها بطاقة الصراف بدلا من قبض النقود من المشتري، فهل هذا الفعل جائز في المبايعات؟ يعني بمعنى أنه إذا باع عليك سلعة أنه يستخدم الصراف لأجل أنه يسحب من حسابك من رصيدك لحساب المحل الذي اشتريت منه، لا بأس بذلك. إذا كان هذا هو المعنى، أنهم يسحبون من حسابك ثمن السلع التي اشتريتها ويسجل في حساب البايع، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ابتلاني الله عز وجل بتأويل الرؤى، حيث يقع ما أولته مثل ما هو، حيث أقوم أولا بداية التأويل فأذكر صاحب الرؤية بالله، ولكن أجد في نفسي حرجا في تأويل الرؤى على أنها لا تقع مثل ما هي بإذن الله. السؤال: هل أستمر في نفع المسلمين بالتأويل أو أتوقف؟ وإذا توقفت هل يعتبر هذا من كتمان العلم؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا ليس نفعا للمسلمين، بل هذا مما يحدث عند المسلمين الوساوس والشكوك، ولا ينبغي للإنسان أنه يمتهن هذه المهنة ويتفرغ ويستقبل أسئلة الناس في الأحلام كما يفعله بعض الجهال. لا تعمل هذا ولا تستمر عليه، لكن إذا حصل بعض الأحيان شيء عارف وأولته من غير أنك تتعاطى هذه المهنة وتعرف بها فلا بأس. أما أنك تهيئ نفسك لهذا الشيء وتفتح زاوية في الجرائد أو في الإذاعات أو غير ذلك، أو تجلس في بيتك للمعبرين، فهذا أمر لا ينبغي، لأن فيه وتعبير الرؤيا أغلبه تخرص، ما هو عن علم، تخرص من المعبر، قد يصيب وقد لا يصيب، ليس هذا من العلم، وليس هو من كتمان العلم، ليس إذا امتنعت ما هو من كتمان العلم، وإنما هو من الابتعاد عن هذه المحاذير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ شعر الوجنتين للتجمل للمرأة فقط؟ المرأة لا تأخذ من وجهها شيء، شعر الوجه ولا الحاجبين،
إلا إذا كان شعر الوجه مشوها للوجه أو ينبت لها شارب أو لحية يشوه وجهها فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان وجهها عاديا ليس فيه تشويه فإنها لا تستعمل هذا الشيء اللي يسمونه الحف، يسميه الفقهاء بالحف، وهو أخذ شعر الوجه. إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنها تتركه. نعم أحسن الله. لأن بعض العلماء يرى أنه من اللمس، يرى أن أخذ شعر الوجه يدخل في النمس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الشرعية في الرقية؟ وهل يقرأ على ماء ثم يشربه المريض أم ينفث عليه ماء أم ينفث عليه مباشرة أم يرقيه من خلال التلفون؟ الطريقة الشرعية ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفث على المريض أو موضع الإصابة منه ويقرأ آية، يقرأ سورة الفاتحة، سورة الإخلاص والمعوذتين وما يتيسر من الأدعية بالشفاء، الأدعية من الكتاب والسنة بالشفاء، أو أنه يقرأ في ماء ويسقاه المريض. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أيضا من الرقية أن تكتب الآيات والأدعية على مكان نظيف من صحن أو إناء أو أوراق، ثم تمحى بالماء ويشرب المحو، محو الكتابة يشربه المريض. هذه الأنواع. أما القراءة في الهاتف فهذه لا أصل لها، والمريض ما هو عندك ولا يصل إليه النفس، ما يصل إليه النفس، وليس هو نفسا فيما يشربه، إنما هو ضياع. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لخالي أن يتزوج ابنتي؟ خالك إيش يقول؟ يقول عفى الله عنكم: هل يجوز لخالي أن يتزوج ابنتي؟ لا يجوز لخالك بمعنى أنه أخو أمك أن يتزوج ابنتك، لأنه خال لها. خالك خال لابنتك وابنتي ابنتك وابنتي بنتك مهما نزلنا. إذا كان المقصود أنه أخو أمك أو أخو جدتك أو أخو جدة جدتك، يعني أخو لأمهاتك أو لجداتك، ألا يجوز له أن يتزوج من بناتك وبنات أولادك لأنه خال لهن من النسب أو من الرضاع؟ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على المرتد قضاء للصلاة والصيام إذا عاد للإسلام وتاب من ردته؟ ليس عليه ذلك، التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب إلى الله توبة صحيحة فإنه لا يقضي ما تركه وقت الردة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إلا ما ذكروا من الحج، بعض العلماء يقول الحج يعيده، وأما غيره فلا يعيده. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لا يصلي، عقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، هل يجدد العقد ولو صلى بعد الدخول؟ يقول عفى الله عنكم: رجل لا يصلي وعقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، يعني تاب، صلى يعني تاب، ما ضحى السؤال، ما هو واضح. لا يصلي يعني تارك للصلاة، وعقد على امرأة هو تارك للصلاة على امرأة مسلمة، هذا لا يجوز ولا يصح العقد. ثم تاب بعد ذلك يعاد العقد، إذا تاب يعاد العقد،
من جديد لأن العقد الأول غير صحيح. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترج... فإن علمتم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وتارك الصلاة كافر لا يصح عقده على مسلمة. لكن إذا تاب توبة صحيحة فإنه يعقد له من جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول يسكن معي شخص مسيحي كذا يقول ويقول يقول يسكن معي شخص مسيحي ويقول لي يا أخي ونحن إخوة ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل وما هو واجبي تجاهه؟ الواجب أن تبتعد عنه ولا تسكن معه لأنه عدو لله ورسوله وعدو لك، وسكناك معه والانبساط معه ومصادقته ومصاحبته هذا يتنافى مع الولاء والبراء، عليك أن تبتعد عنه. وإذا قال لك يا أخي قل كذبت لست أخا لي، أنت أخ للشيطان لست أخا لي، أيجوز التساهل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل تعد هذه الصورة من بيع العينة؟ باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. إيش؟ يقول باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. نعم، هذه هي العينة، لأنه الحقيقة باع 20 ب30,000 وجعل السيارة مجرد حيلة، جعل السيارة مجرد حيلة، وإلا هو في الواقع أنه دفع 20 ويبي يستلف بدلها 30، وجعل السيارة حيلة صورة بيع، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا احتيال على الربا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل أرسل بورقة قد انتشرت وفيها هذا الحديث القدسي وفيه يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفذ، خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي إلى آخره. ويسأل هل هذا الحديث القدسي صحيح أو مو؟ لم يعزه إلى أحد. أي ما دام لم يعزه إلى أحد حد يجعله مخباته، ما لازم يجيب من رواه، يجيب المستند، ولا يجوز ينشر مثل هذا، لا يجوز ينشر يوزع على الناس شيء إلا بعد أن يذكر مصدره ومخرجه وسنده يشاف هل هو صحيح أو لا. أما بس مجرد حديث كذا بدون سند وبدون مد وبدون ذكر الراوي والكتاب الذي نقل منه فهذا لا يجوز توزيعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الأفضل للشخص الرائي في المنام أن يفسر رؤياه سواء كانت خيرا أو شرا، ثم ما الدليل على ذلك؟ إذا رأى الإنسان ما يكره فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمور إذا فعلها لا تضر هذه الرؤيا. أولا أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، ثانيا أنه ينفث عن يساره 3 مرات، ينفث عن يساره 3 مرات، ثالثا أنه يدعو ويقرأ الورد
من آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ولا يضره ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا ولا يفسرها، بل يتركها ولا تضره. أما إذا رأى رؤيا خير فإنه يذكرها للناس ويفسرها، ما دامت إنها رؤيا سارة فإنه لأنها من المبشرات فيفسرها ويتفاءل خيرا ويذكرها لمن يحب من أحبابه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح ثم يأخذ منه أحد إيش؟ يقول أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح. هذا خلط للتعبير مع الدواء، تعبير ما يدخل في الدواء، تعبير تعبير والعلاج علاج من غير التعبير، هذا خلط في الحقيقة، وهذا لا يجوز أنه يروج على الناس، ويجب منع هذا الشخص من هذا التلبيس على الناس. لا علاقة للتعبير بالعلاج، علاج شيء والتعبير شيء آخر. والسدر هذا ذكره العلماء كما في فتح المجيد وغيره أنه يعالج به السحر، يأخذ 7 ورقات سدر وخضرة ويدقها ويضعها في ماء ويغتسل به، هذا ذكره في فتح المجيد وغيره. وأما أنه يربط هذا بتعبير الرؤيا فهذا من التخليط والتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول يقرأ عليه، يعني يضع السدر في الماء ويقرأ عليه الرقية ثم يغتسل به. نعم. راجعوا في فتح المجيد في شرح كتاب شرح باب ما جاء في السحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم الاتصال بالساحر عبر الهاتف لعمل سحر بشخص أو سؤاله عن سحر، لأن هذا موجود في هذا العصر؟ إذا اتصل عليه بالهاتف وسأله فقد أتاه يشمل أنه يذهب إليه في مكانه أو أنه يتصل عليه بالهاتف، هذا إتيان له، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يتصل به ولا أن يكتب إليه رسالة ويسأله. الساحر والكاهن لا يجوز للمسلم أن يسأله مطلقا، لا بواسطة الهاتف ولا بواسطة الكتابة ولا بواسطة الذهاب إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تأتي، اقطع العلاقة معه ولا تتصل بهم أو تسألهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشر عنكم يا صاحب الفضيلة في هذه الأيام مقالة في جريدة الجزيرة في تاريخ 28/11/1422 ترد فيها على من قال إن التلقين في مدارسنا ببغائي، فهل هذا الرد لفضيلتكم؟ نعم، هذا رد أنا الذي كتبته وأنا الذي نشرته، ردا على من يقول إن التلقين، إن التعليم عن طريق التلقين إنه تلقين بالبغاوي، لم نجني منه إلا الحنظل، لم نجني منه إلا الحنظل. فأنا رددت عليه لأنهم يريدون تغيير المناهج استجابة لأفكار أعدائنا من الكفار، يريدون تغيير مناهجنا واستبدالها بمناهج غيرها
ترضي أعداءنا، ونحن لا نرضى بهذا ولا نقبل أبدا أن تغير مناهجنا التي قامت على الكتاب والسنة وعلى العلم النافع، ولا نرضى لأحد أن يتدخل فيها ولا ينظر فيها إلا أهل العلم، ما ينظر فيها أي واحد ما هب ودب من تلاميذ الغرب ينظرون في مناهجنا ويغيرون فيها ويبدلون. المناهج تحت نظر أهل العلم، هم الذين وضعوها أولا وقرروها، فتعرض عليهم إذا كان هناك ملاحظات ولا أشياء تعرض على أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم استقدام غير المسلمين للعمل بهذه البلاد المسلمة، وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟ لا، أهل الذمة اللي يدفعون الجزية ويسكنون في بلادنا، يسكنون سكنة في بلادنا ويدفعون الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما اللي يقدمون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأتون للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل ذمة، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء يسمون بالمستأمنين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أرسل بهذه الورقة ويقول إنها تسمى بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى، ويقول فيها إن اسم الله النافع يعالج من العظام، واسم الله الرؤوف يعالج من آلام الركبة. هذا كتبنا عليه في دار الإفتاء، كتبنا عليه فتوى في رده ونقضه والرد عليه، وهي موجودة في دار الإفتاء، من أحب يروح ويأخذ منها صورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إن إحدى الكاتبات في صحيفة محلية تقول في مدح المسؤولين إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هل هذا الكلام صحيح، وما توجيه فضيلتكم لمثل هذا؟ هذا غلو، هذا وصف الملائكة عليهم السلام، الله وصف بهذا الملائكة، فلا يجوز وصف المخلوقين وصف بني آدم بهذا الوصف، وهذا من الغلو والنفاق والتملق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع التمر في المسجد قبل صلاة عيد الفطر وبين من يوزع الأكل على المصلين؟ والله هذا شيء ما ورد يا جماعة، ما ورد أن التمر يوزع في مصلى العيد، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل أن يخرج، هذا الذي ورد في السنة، وما ورد أن السلف يوزعون التمر في المساجد في مصليات العيد. نعم. ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أراد أنه يعمل السنة يأكل الرطبات قبل خروجه من بيته، من أراد أنه يعمل السنة يوم عيد الفطر يأكل التمرات قبل خروجه من بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل مصاب بالمس من السحر، رجل مصاب بالسحر أو بالمس ولم يذهب للعلاج عند أهل الرقية، هل يدخل في الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من أمته، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نرجو ذلك، لكن لا يترك الرقية، ليس معنى هذا أنه يترك الرقية، بل يرقي نفسه هو، يرقي نفسه هو، وإذا أراد أحد أن يرقيه فلا يمتنع من ذلك، خليه يرقيه، إنما الكلام عند السؤال أنه يسأل من يرقيه، ألا هو الذي ورد أن الأفضل تركه استغناء عن الناس، أما أنه يرقي نفسه أو أن أحد يأتيه ويقول برقيك، ما يمتنع من هذا لأنه ما سأله، وهذا إحسان فلا يرده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ظهر عندنا جماعة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة
وتقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأن العمل لا يضر إذا كان أصل الإيمان باقيا، فجعلوا العمل شرطا تكميليا لا شرطا أساسيا في الإيمان، وأن المعاصي لا تضر الإيمان طالما أن أصل الإيمان باقي. فهل هذا القول صحيح، وما توجيه فضيلته؟ هذا القول غير صحيح، وهو مخالف لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا يتحقق الإيمان إلا بهذه الثلاثة. أما من يخرج العمل عن الإيمان فهذا من المرجئة، وليس هو من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه عند حصول فتنة ما؟ أن يسأل الله السلامة منها، وأن يبتعد عنها، أن يبتعد عن الفتنة وأسبابها، وأن يسأل الله السلامة منها والثبات على الحق، ويبتعد عن أهله، عن أهل الفتنة، لا يجالسهم ولا يخالطهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في كتاب الشهادات، ما الفرق بين التحمل والشهادة؟ تحمل والأداء. تحمل أن تدعى إلى شهادة على عقد، تدعى إلى شهادة على عقد نكاح، على عقد بيع، هذا التحمل. وأما الأداء فهذا عند القاضي، إذا حصل خصومة ودعوك لأداء الشهادة التي تحملتها فإنك تؤديها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قالوا هذا يشمل التحمل ويشمل الأداء، إن الشاهد لا يأبى إذا دعي أن يتحمل، وإذا دعي أن يؤدي، لأن في هذا حفظا للحقوق. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاثة أيام، وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا. نعم. وقصرا. نعم. يقول عفى الله عنكم: أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاثة. نعم. وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي سنة الرواتب وسنة الضحى أم أتركها؟ وما هو المشروع في حقي تجاهها؟ إذا كان خروجك يبلغ مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فلك أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وإذا قصرت لا تصلي الراتبة إلا راتبة الفجر، فإنها لا تفرق لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب فالذي يقصر الصلاة يتركها، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة للرجال والنساء؟ لباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه المجتمع المسلم، لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف لباس المجتمع المسلم الموافق للسنة، فلا يخالفهم، لأنه إذا خالفهم صاروا ينظرون إليه ويستغربون منه ويكون محل استغراب، فلا يجعل نفسه محلا لنظر الناس واستغرابه. أما إذا كان المجتمع يخالف السنة في اللباس فإنه يجب عليه أن يخالفهم ويعمل بالسنة. أما إذا كان المجتمع يعملون بالسنة ولباسهم على موجب السنة فإنه لا يخالفهم بل يمشي معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟ نعم، على عهد الله حيث عهد إلى عباده أن يعبدوه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، هذا العهد الذي
الذي بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه وألا يستعين إلا به، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. والوعد وعد الله الصادق، الله وعد من وفى بعهده مع الله أن الله يجزيه خير الجزاء وأحسن الجزاء، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا اشتريت سيارة جديدة وأعلم أن من حولي فيهم من يصيب بالعين. نعم. يقول عفى الله عنك: إذا اشتريت سيارة جديدة، نعم، وأعلم أن من حولي فيهم من هو يصيب بعينه، نعم، السؤال: هل هناك رقية شرعية خاصة أم تكفي أذكار الصباح والمساء؟ الله يا أخوان، مسألة الوساوس هذه، كل شيء عين وكل يصيب بالعين، الواجب أن المسلم يتوكل على الله ويترك الوساوس ويحسن الظن بالناس، ما يتهمهم أنهم يصيبون بالعين، توكل على الله ويحسن الظن بإخوانه المسلمين. وأما استعمال الورد هذا مطلوب، أن الإنسان يستعمل الورد والذكر، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم العمل في بيع محلات بيع الجوالات حيث يستخدمون الكثير من الموسيقى في هذه الأجهزة؟ بإمكانك أنك تحاول إصلاح هذا الشيء، وأن لا يجعل فيها موسيقى، وأن يجعل فيها شيء ينبه بدون موسيقى، فإذا قبلوا وعدلوا هذا الشيء، وإلا ارتحل عنهم إلى محل آخر، ابعد عنهم إلى محل آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة القول في حديث 70,000 الوارد فضلهم أن عصرهم هو عصر الصحابة فقط وقد انتهى ولا يمكن حصوله لأهل هذا الزمان؟ قائل هذا القول جاهل مركب، مش اللي يدراه أن هذا خاص بالصحابة، بل كل من اتصف بهذه الصفات في أي وقت فإنه من السبعين إذا اتصف بهذه الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا ولم يقل هذا في أصحابي خاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لأنه بشر، فأرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. لا يجوز الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إشاعة هذا الشيء أن الرسول يخطئ. يقال الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا الكلام يخطئ، لأن هذا إساءة ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لها، إنما هذا عند طلبة العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا فيما لم ينزل عليه وحي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى أكثر الناس يصلي قبل صلاة الجمعة 4 ركعات، فما هو أفضل أن ينوي في هذه الركعات؟ هل ينوي أنها تحية المسجد أم ينوي أنها صلاة الضحى؟ وما هو المشروع والأفضل في حاله هذا؟ من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد 2 ركعات، ثم إن شاء زاد عليها ما شاء من الصلوات، ولو صلى إلى أن يأتي الإمام كان أحسن، ولو صلى تحية المسجد أو ما تيسر له معها ثم جلس يتلو القرآن أو يذكر الله فحسن. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي 2 ركعات،
فإذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين بهذا الحديث. نعم. وأما بعد الجمعة فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات بثلاث تسليمات، هذا أكثر ما ورد. وإن أتى بأربع ركعات بتسليمتين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في فصل الصيف أريد أن أقدم هدية لجميع أهلي، السؤال هل يجوز أن أقدم هدية؟ نعم. يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في فصل الصيف أقدم هدية لجميع أهلي، نعم، هل يجوز إهداء هدية لزوجة أخي أم لا؟ ما المانع من هذا؟ تهدي لإخوانك ولزوجاتهم ولأولادهم ولمن تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموني فقوموا، الحديث، هل نقول إن السنة في القيام للصلاة عند رؤية الإمام أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ الصحيح أنه عند رؤية الإمام، صحيح أن القيام للصلاة عند رؤية الإمام، لأن الإمام قد يقيم لأن المؤذن قد يقيم والإمام لم يصل إلى مصلاه، فإذا رأى الإمام يقوم، إذا رأى الإمام يقوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الخاتم للرجل إذا كان من فضة أو من حديد، لأن بعض الملتزمين كذا يقول يتحرج من ذلك؟ لبس الفضة هذا جائز للرجل، قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الخاتم من الفضة يجوز للرجل، إنما الممنوع الخاتم من الذهب، هذا هو الذي هو حرام. وخاتم الحديد مكروه، خاتم الحديد مكروه لأنه حلية أهل النار، ولكنه ليس بحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة: التمس ولو خاتما من حديد، دل على جوازه مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قلت إذن الخواتيم ثلاثة، خواتم الذهب هذا حرام على الرجل، خاتم الفضة هذا مباح، خاتم الحديد مكروه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: قلتم إن ما يسمى بالجمعية الآن قرض مشروط بقرض وبيعتين في بيعة، أرجو توضيح ذلك. ما في أوضح من هذا، ما في أوضح من هذا الكلام، قرض مشروط في قرض، لأنك لو لم يقرضوك لم تقرضهم، وهو بيعتين في بيعة، تقرضني بشرط أن أقرض، والقرض بيع، نوع من البيع لأنه مبادلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت عبر شبكة الإنترنت مقالة قال صاحبها إن المظاهرات من السنن الشرعية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد سبق أن قاموا بهذه المظاهرات، وأن الذين لا يرون المظاهرات يحرمونها من أجل الخوف على مصالحهم وبلادهم فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لا كانوا يستعملون المظاهرات، هذه من أعمال الكفار. ثم أيضا ماذا تجدي هذه المظاهرات؟ لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، وإنما هي فوضى، إنما هي فوضى، وليس فيها إحقاق حق ولا رد باطل. وأما نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا كذب، وأما قوله إن يمنعونها يخافون على مصالحهم فحسبه الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص اشترى أرضا
ثم باعها قبل الحول ثم اشترى أخرى ثم باعها قبل الحول، وفعل ذلك عدة مرات، ثم اشترك في مساهمة من عدة أشهر. السؤال حول هذه المساهمة، السؤال حول هذه المساهمة، هل هو حول الأرض الأولى أم يبني عليها أم يستأنف؟ الحول حول الدراهم، ما هو حول الأرض. الأرض سلعة، عرض، عروض تجارة. الحول حول الدراهم، فإذا تم الحول على الدراهم التي يبيع ويشتري بها فإنه يزكيها مع أرباحها. نعم، ما شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وكان الماء وافرا عندي والقرى قريبة، فهل يجوز أن أتيمم؟ وما الحكم في من فعل ذلك بحكم أنه لا يعرف ماذا يحصل عليه في المستقبل؟ إذا كان الماء لا يتسع لحاجته وللطهارة فإنه يبقي الماء لحاجته ويتيمم بالتراب. أما إذا كان الماء متوفرا معه يكفي لحاجته ويكفي للطهارة فلا يجزيه التيمم. أو كان عنده ماء قريب، يستطيع الذهاب إليه فلا يجوز له التيمم. نعم، الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمم. فلم تجدوا ماء، إذا وجد الماء سواء كان معه متوفرا أو كان قريبا منه فإنه لا يجوز له التيمم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ذكرتم أن الرواتب لا تؤدى في السفر إلا راتبة الفجر. السؤال: هل يترك الوتر أيضا في السفر؟ وهل يترك بقية السنن مثل صلاة الضحى وغيرها؟ قلنا الرواتب، الوتر ليس من الرواتب، الوتر صلاة مستقلة لا يترك لا في الحضر ولا في السفر. وكذلك التهجد في الليل، لا مانع أن يتهجد في الليل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك صلاة الضحى إذا تيسر له يصليها يصليها. إنما هذا في الرواتب التي مع الفرائض، من أجل أن لا يظن الناس إن هذا من الفريضة، يظنون إن هذا لازم أنها تصلى مع الفريضة، والله يريد التخفيف فيصير على الناس حرج من هذا الشيء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال بأن العدد الوارد في حديث 70,000 أنه غير مراد، مثل قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإن العدد ها هنا غير مراد، فهل هذا القياس صحيح؟ وش الدليل على أنه غير مراد؟ إذا جبت لنا دليل على أنه غير مراد سلمنا لك، أما إذا لم تأتي بدليل فنحن نتوقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا أخواني، ترى التكلفات هذه ما لها داعي، ما التكلفات والتساؤلات هذه داعي، وليست عملية. فقفوا عندما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان عندكم دليل آخر يخصص أو يزيد على هذا العدد فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. السؤال: ما المقصود بالصلاة عليهما؟ الدعاء، مقصود بالصلاة عليهما الدعاء لهما. الدعاء يسمى صلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد موقع في الإنترنت تدخل فيه تاريخ ميلادك ثم يخرج لك في أي الأبراج أنت،
وما هي صفاتك وكيف تكون إذا كنت موظفا أو مدير؟ هذه شعوذة كهان، اتركوها، تعيد عنها، هذا من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم المرابحة الإسلامية عند البنك الأهلي الإسلامي حيث أنه يقوم بشراء السلعة وامتلاكها ثم يبيعها؟ أفيدوني عن ذلك حيث أني مقدم على شراء سيارة منهم. البنك الأهلي الإسلامي، لا اسم بهذا المعنى، البنك الأهلي الإسلامي أو البنك الأهلي بس لنعرفه أنه البنك الأهلي، والمرابحة اللي يقولون ما شفنا نظامها ولا ندري عنها. إن كان المعنى أنهم يأخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون فيما أباح الله بجزء من الربح مشاع بينك وبينهم، فهذه هي المضاربة، تعطيهم فلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباحة على الوجه المشروع وتكونون شركاء في الربح، هذا لا بأس به، هذه هي المضاربة. أما إن كان غير ذلك من أنظمة البنوك الربوية فليست مضاربة إسلامية ولا مرابحة إسلامية، هذه مرابحة بنكية سموها إسلامية للتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل معي سائل أصفر أحيانا وأحيانا فيه كدرة، هل أعد هذا السائل والكدرة استحاضة أم لا؟ الحامل لا، إذا كان فيها حمل فإن هذا يعتبر اللي يخرج منها إن كان هو دم فهو نزيف دم فساد، وأما إن كان ما هو دم فهذا يعتبر من السوائل النجسة التي تنقض الوضوء، فعليها أنها تستنجي، إذا خرج منها شيء تستنجي وتضع شيء على المخرج ثم تتوضأ وتصلي، هذا لا يمنع الصلاة لأن الحامل لا تحيض، والذي يخرج منها من الدم هذا يسمى نزيف دم فساد لا تترك من أجله الصلاة لكنه ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ذهبت بزوجتي إلى أهلها قبل ولادتها ثم إنها تأخرت عند أهلها فأخذت أمي تعاتبني على ذلك، فقلت لأمي وأنا مغضب وأريد أن أرضيها: والله إن جامعت زوجتي فسوف أجامعك يا أمي، فهل هذا ظهار أو يمين رغم أن قصدي هو إرضاء أمي وقد مر على هذه الحكاية مدة طويلة، فماذا علي؟ أفيدوني جزاكم الله خير. هذا هو الظهار، إذا شبه جماع زوجته بجماع أمه فهذا هو الظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار ويعتق رقبه، فإن لم يجد فإنه